هذا الحادث هو يأتي ضمن يعني سلسلة من التطورات التي تشهدها إيران خلال الشهر، منذ شهر تقريبا ومنذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة. الأمور تتصاعد على ما يبدو. المشهد الاحتجاجي يتوسع من الناحية الجغرافية، وسقف المطالب يرتفع أيضا تدريجيا. الخطورة الموقف الحالي أنه بالفعل بدأ يمتد إلى بعض الاحتجاجات التي بدأت تصل إلى بعض المؤسسات في الدولة الإيرانية، وهذا هو متغير جديد يمكن أن نلحظه. المشهد الذي نعلق عليه اليوم مشهد السجن، وهذا سجن من السجون سيئة السمعة في إيران، معروف على المستوى الدولي. سبق التنديد بحال السجناء المعتقلين في هذا السجن من جانب منظمات دولية مختلفة. نقطة الأهمية في هذا الموضوع هو أن هذا السجن بالفعل يحتوي على بعض السجناء التي تستخدمهم إيران كأوراق ضغط في التعامل مع بعض القوى الخارجية، ومنها طبعا بريطانيا والولايات الأمريكية، خصوصا في نعم دكتور، نعم الملف النووي. نعم كما ذكرت هذا السجن يضم سياسيين وأجانب لا سيما أمريكيين، حيث طالبت الخارجية الأمريكية بالإفراج عنهم. هل هذا سيغير الموقف الدولي لا سيما الأمريكي تجاه الاحتجاجات في إيران برأيك؟ اعتقادي ان الغرب بشكل عام يعني بدأ يتخذ موقف ايضا تصاعدي تجاه محاولة اظهار نوع من القدر من التعاطف والاسناد المحدود حتى الان للمتظاهرين في ايران. قبل يومين اجتمعت احدى المسؤولين الامريكيين مع بعض قطاعات او بعض الشركات المسؤولة عن خدمات المعلومات والانترنت للبحث حول كيفية توفير دعم في هذا المجال للمتظاهرين الذين بدأوا يعانوا من انقطاع خدمات الإنترنت عنهم كوسيلة من الوسائل المعروفة في التعامل مع الاحتجاجات بشكل عام من الناحية الأمنية. إذا يمكن أن نلحظ أن هناك تحول في، يعني لا أريد أن أقول تحول، لكن هناك تغير تدريجي أيضا في الموقف المساند للاحتجاجات على المستوى الدولي، وانتقاله من مربع الإدانة في البداية أو الرفض أو كذا إلى مربع التأييد الواضح، وده بدأ يظهر في فكرة دعم الإنترنت للمحتجين، وأيضا الموقف فيما يتعلق بالسجن، حريق السجن، أيضا هناك لغة أمريكية مختلفة أيضا وجديدة تجاه هذا الموضوع. دكتور أكرم، مشهد الاحتجاجات المستمر ودخولها الشهر الثاني، ألا يدل على عدم قدرة السلطات إخماد هذه الاحتجاجات؟ في المظاهرات السابقة التي سبق أن حدثت في إيران كان للحرس الثوري اليد الطولة فيها، وتمكن من إخماد هذه المظاهرات بسرعة. لم تستطيع مظاهرات سابقة أن تتجاوز هذا المدى الزمني الذي وصلت إليه المظاهرات الحالية. المعروف أن الحرس الثوري والأجهزة الأمنية الإيرانية لديها يعني قدرة على التغلغل في بعض القطاعات الخاصة بمكافحة الشغب وما إلى غير ذلك، وبالتالي الموقف الحالي يبدو أنه بدأ يخرج عن السيطرة بالفعل. محاولات إخماد المظاهرات بشكل انتقائي أو بشكل محدود لن تؤدي إلى نتيجة على المستوى العام، لأن المظاهرات بالفعل اتسعت رقعتها بشكل كبير، وأصبح من غير الوارد أن تستطيع الأجهزة الأمنية في إيران تحقيق نفس التقدم السابق من خلال إخماد هذه المظاهرات بالقوة. طيب دكتور أكرم، برأيك ما السيناريوهات المتوقعة لهذه الاحتجاجات؟ هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول أن يعني تتصاعد الاحتجاجات بصورة تدريجية كما هو المشهد الحالي. يترتب على ذلك أن تتسع الاحتجاجات أكثر وأكثر، تشترك مؤسسات مدنية وربما أمنية وعسكرية في الاحتجاجات، وبالتالي يخرج الموقف عن السيطرة،
ويكون هذا هو السيناريو الأول الذي يمكن من خلاله بالفعل أن يؤدي الأمر إلى إما يعني إحداث تغيير كبير في إيران على مستوى مثلا رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو ما شابه، أو السيناريو الآخر أن يقود ذلك إلى تصادم ما بين القوى الأمنية والشارع بشكل واضح في شكل مواجهات، وبالتالي سيناريو الفوضى أيضا مرجح. عنصر التوازن هنا في هذا الموضوع الجميع يبحث عنه وهو حتى الآن غير معلوم، هل تستطيع قوة عسكرية مثلا أن تنفذ، طبعا نتكلم على قوة عسكرية من الداخل، أن تنفذ انقلاب قصر مثلا، وهذا السيناريو هو الرابع، السيناريو الثالث عفوا، أن تنفذ انقلاب قصر أي انقلاب من داخل النظام نفسه وتغيير بعض الوجوه والاستجابة لبعض المطالب، أم يحدث انقلاب كامل وهذا هو السيناريو الرابع، تغيير كامل للمشهد الإيراني في ضوء يعني مستقبل هذه الاحتجاجات واحتمالات تطورها. لكن كل هذه السيناريوهات متوقفة بصورة كبيرة، تطور هذه الاحتجاجات متوقفة على مدى قدرة الخارج على أن يمد يد الاتصال والمساندة مثلا أو الدعم لهذه الاحتجاجات، لأن في الأخير لدى إيران قدرات أثبتت كفاءتها في الماضي على إخماد مثل هذه المظاهرات بدون حدوث تحول في الموقف الخارجي من دعم هذا السيناريو الخاص بالتغيير، لن يتمكن أو ستكون حظوظ وفرص السيناريوهات الخاصة بتغيير النظام سواء تدريجي أو جزئي أو كلي ضعيفة إلى حد ما. وضحت الفكرة، شكرا لك الدكتور أكرم حسام أستاذ العلوم السياسية والخبير في الأمن الإقليمي، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة.